الاهلي بيتحمل تكاليف علاج مؤمن زكريا من شهرين فاتوا النادي الاهلي بقرار مجلس اداره، مش كلمتين كده على التليفون مش عارف ايه، لا بقرار مجلس اداره ان النادي الاهلي سيتحمل تكاليف علاج ابنه او احد ابناء النادي الاهلي مؤمن زكريا. الكلام ده مش النهارده ولا امبارح ولا اول امبارح ولا اول الموضوع منتهي من زمان، ولا من اسبوعين ولا كذا 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 كذا، الكلام ده من شهرين. طب خدوا حاجه تانية، مؤمن زكريا سيحصل على كل مستحقاته كامله، سواء كان متواجد في القائمه او عدم متواجد او غير متواجد في القائمه، سيحصل مؤمن زكريا على كل مستحقاته كامله. هل الكلام ده حصل اول امبارح؟ الكلام ده حصل من امتى يا كابتن حشيش؟ من شهرين. كابتن بلال، كابتن اسامه، الكلام ده حصل من شهرين فاتوا يعني. والناس طبعا في مجلس الاداره واخدين الموضوع طبعا ده الطبيعي، ما هو ده اللي النادي الاهلي دايما بيعمله، ولكن الحركات اللي بتتعمل بقى انت عارف، والهيصه اللي مش لازم مجلس الاداره يطلع يقول كده كمان يعني. تقليب الناس طبعا، مش لازم نطلع نقول كده، احنا مش عايزين مزايدات بس. خلي بالك يعني عارفين الكلام ده عشان من الفتنه اللي معموله في الكوره، داخلين في فتنه كمان في المرض، على نواحي انسانيه بقى، في نواحي انسانيه عايز يعني تقلب الجماهير على مجلس الاداره. لا بتزايد، تتخلى عن واحد من ولاد النادي. بالظبط، امتى النادي الاهلي يتخلى عن واحد من ولاده؟ عمر النادي الاهلي ما تخلى. لا اصل هيقول لك ايه، ده هو النادي الاهلي لما بيشوف ان اسلام مثلا مش لائق فنيا او وجهه نظر المدير الفني فبيمشي، ده طبيعي، بتحصل كتير وبتحصل في كل انديه العالم. ولكن انا عمري بصراحه ما شفت حد عنده اصابه او عنده كذا او عنده كذا والنادي الاهلي يا كابتن سعد. انا كنت في احد الاختبارات في النادي الاهلي من حوالي سنتين، وكنا بنعمل اختبارات في دمنهور، اختبارات لسه بتختار ولد ينضم للنادي الاهلي او لا، وفي بعد كده في تصفيات، في ولد هو في الملعب رجليه اتكسرت، جاله كسر في القصبه او في الشظيه بتاعت انكر الرجل. النادي الاهلي تحمل تكاليف علاجه بالرغم ان هو اصلا ما انضمش للنادي الاهلي، وانت لسه بتشوف اختبارات. فمن الاولى هشوف واحد زي كده واسيب مؤمن زكريا اللي هو متربي جوه النادي ولعب جوه النادي؟ استحاله يعني. وعندك حالات كتير النادي الاهلي وقف جنبها، سواء في الناشئين او في الفريق الاول. وكمان الحاجه الثانيه، عمر النادي الاهلي برضو ما كل على لاعب فلوسه. عمر النادي الاهلي ما يبقى لعيب عنده واخد دوري ويضحك عليهم ما يدروش مكافاته. لا، النادي الاهلي اذا كان في المرض بيقف جنب لعيبه ولاده، كمان في المكافآت، بيدير، وفي عقده بيدير، ولما لعيب بيمشي من النادي الاهلي بيديله فلوس ودايع كده. روح اتحاد الكوره مش هتلاقي شكوى على مر التاريخ من لاعب في النادي الاهلي في اتحاد الكوره. ده في لعيبه بتموت وهي ما خدتش حقها. النادي الاهلي دايما بيدي حقوقه. وبص احنا الموضوع مثلا ده عارفينه من شهرين يعني. احنا طبعاً كواجهه اعلاميه او احنا بنتكلم يعني باسم النادي الاهلي في بعض الامور، على الاقل قرارات مجلس الاداره فبتجيلنا القرارات، عارف بتقلل يا جماعه سيبوا الموضوع ده لان الموضوع ده الطبيعي. ده الطبيعي بالظبط، هنتكلم فيه لان ده الطبيعي. موقف انساني، فوجئنا باللي بيحصل ومن امبارح عمالين مزايدات، كلها مزايدات مزايدات. وبعدين ايه، انت بتحاول تقلب الناس على فيلم كده غريب جدا بيحصل، لكن في النهايه كل حاجه واضحه وكل حاجه صالحه.